الجميلة اللي أسعدتني النهاردة أن أنا شفت النجمة أمل رزق في خليجيون في حب مصر ومبادرة خليجية عربية مصرية. وأمل بقول لك أنت منورة النهاردة وأنت عندك مبادرة مصرية شبيهة بالمبادرة ديت خليجيون في حب مصر، ولكن هي مبادرة في السينما والتلفزيون من خلال الدراما والأفلام، أن أنت طلبتي زمايلك أن تحطوا إيديكم في إيدين بعض وتقووا أعمالكم وأن أنتوا تشاركوا مع بعض في إنتاج وأعمال على الساحة. فعايزاكي قبل بقى ما نتكلم عن خليجيون في حب مصر، كلميني عن المبادرة بتاعتك أنت الأول، أهدافها وأسبابها ووصلت ليه. أنا جيت المبادرة زي ما احنا دلوقتي في خليجيون في حب مصر، طب ما دي حاجة فسطاني جدا ان خليجيون في حب مصر الاسم نفسه عامل لي سعادة، فطب ما المصريون يبقوا في حب مصر كمان، طب ما احنا في أزمة. الفنانون هي الكلمة والعمل الصادق كل دخل هوليود، فهي من السينما احنا عندنا ثروه مش عارفين نستغلها، لا دوله ولا فنانين ولا حاجات، بقت الناس بتصارع بس. مش انا مش بدعي ان انا لا ملاك ولا انا مش عارف، لا لا خالص، انا حد بحب المهنه دي بجد، ما عنديش اي اهداف منها من ساعه ما بدات وانت عارفه، غير ان بقيت اسمع على طول ابتدت ازاي، ان كل شويه حد يكلمني، انا قاعد انا في البيت انا في 50 واحد بيشتغلوا وانا قاعد، انا اشمعنى فلان اشمعنى تتات، قعدت افكر طب حرام، وفي ناس اسامي كبيره قعدت وابتدت ناس كتير تخش علينا، من مع احترامي الشديد لكل زمايلي وكل حبايبي العرب وكل الناس. انا لما جيت اقول المبادره اقول لك امل بتهاجم الساده الزملاء على الاطلاق العرب، ده احنا مش هننسى ان جوزك اول واحد دخلهم في اعمال الدراما، وهو اللي عمل اهم الاعمال العربيه السوريه وجاب نجوم كتير من كل البلاد العربيه. ما هو كمان ده انا يعني اسماعيل الله يرحمه انا بحاسب عليه دلوقتي. لما جيت اتكلم انا ما قلتش حاجه بوسي، غير ان انا بقول الى زمايلي لكل بقى المخرجين والكتاب السيناريو وكل والعمال والاخراج والاصحاب المعدات وكل حاجه، كل ما بيشتغلش في حقل الفن بالظبط. قلت لزمايلي المصريين والنقابيين عشان اتعاون مع ارفع من روحهم المعنويه، وفي ناس كتير قاعده وبيشتكوا، فقلت لهم بلاش نشتكي تعالوا احنا نشتغل. انا افتكر ان كان في مبادره كده زمان عملتها ناديه لطفي وفريد شوقي ورشدي اباظه، وان دخلوا ان هم برضو يقفوا مع السينما وينتجوا للافلام ويعملوا افلام، وعملوا وحققوا نجاح كبير بيها زمان. طب عشان بس دول وقف جنبها فريد شوقي ورشدي اباظه، انت ما وقفش جنبك حد يا خالص خالص. وقال هل دول كانوا محتاجين حد يقف جنبهم؟ لا، كانوا محتاجين يقفوا جنب بعض، كانوا محتاجين يبقى في ثراء في السينما، كانوا بيعرفين ان في فن. مديحة يسري انتجت لسعاد حسني، ورشدي اباظه انتج لعبد السلام النابلسي، طيب. فعملوا افلام جميله. انا مفيش ولا واحد نصفك؟ انا ايجيبت الون مش هوم الون، ولا واحد نصفك؟ لا، اتخلوا عنك الفنانين كلهم. انت فين؟ قلقتين عليك طول الليل. في حاجه يا سام؟ انت سايبني لوحدي طول الليل. سام انا عندي شغل مهم جدا، لما اخلص هكلمك. استنى هنا، بقول لك انا لوحدي. وانا بقول لك لما اخلص هكلمك.